السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياكم الله. اليوم من رجال المال المشهورة بالجبال، وراح أتكلم هذا اليوم عن موضوع مهم وتجاري وفي ثروة يا جماعة، ثروة. موضوع اليوم كيف تصنع ثلاجة إنضاج موز، ترى ما هي صعبة وما تكلف وتجيب ملايين، تجيب ملايين. طيب خلوكم معنا، أنا ليش أتكلم في هذا الموضوع؟ وجدت أن مزارع الموز عندنا في منطقة جيزان، في بيش، في الأماكن هذه، يبيع الكيلو بريال من المزرعة. بكرتونه مغلف باغته. الرجل اللي يروح ينضج ياخذ على الكرتون 5 ريال، يعني لو اخذت 100 كرتونه من المزارع وديتها اللي يعمل له انضاج ياخذ عليه 500، اكثر من ربحي بكثير. ولذلك احتسبت عند الله ان اعلم الناس كيف يعمل ثلاجه بارخص الاثمن. ممكن كل مزرعه يعمل فيها واحد يعني ثلاجه انضاج، او واحد يعمل انضاج جماعي، بس ودي يوعدني ان السعر ما يزيد عن ريال في انضاج الكرتون، وريالين اذا بيغش الناس. طيب كيف تعمل الثلاجه؟ تروح للثلاجات العطلانة الكبار، حقت التريلات المرمية هنا وهنا اللي مصنوعة من الساندويتش بنال، تاخذ لك واحدة قديم منتهية خربانة توديها المزرعة. ثم تاخذ لك مكيف اسبلت قوة 24,000 وحدة، تركبه في طرف، لان الثلاجات عادة الكبار ديك فيها كومبرسورات تشتغل على مكاين السيارات وعلى الديزل، تكون غاليه. لكن لما تاخذ لك مكيف 24,000 وحده تلاقي ب 1200 ب 1500 ريال، يعني كل خسارتك حتكون 1500، ويمكن الثلاجه تاخذ 3000، مشروع كله 5000، وتحطها تركب فيها فتحات حق ليات 2-3 من الزوايا، كل زاويه تحط فيه واحد. وبكل بساطة تدخل الموز، تطلعه من كرتونه، مثلا واحد جاب لك 100 كرتون تحطه داخل الرفوف في الثلاجة، هدي أرسل لكم صورة إن شاء الله، وتقفل على درجة 18 أو 17 إلى 19 تقريبا المئوية، ثبت الاسبلت عليها وتخليها تبرد وتحقنها بكلين C2H4، يعني براحة كل يعجبك منها تركبها واحدة من الثنتين هذه. ستجد إن شاء الله أنه بعد يوم تلاقي الموز أصبح ناضج، اللي يبغى له أسبوع يصبح ناضج. هذه الطريقة ينضج بها معظم الفواكه، المانجا، الجوافة، كل فاكهة تبغى تنضجها كيماويا تستخدم فيها مادة الاستيلين أو الكربيد أو الإيثيلين، وفي هرمونات تصبها، بس الهرمونات خطيرة، أنا ما أبغى تدخل داخل النباتات، خلها من برا. وعادة أي فاكهة تجدها ناضجة وما لها ريحة، ما لها نسميه إستر اللي هي الرائحة، مباشرة أعرف أنها منضجة بالطريقة هذه. إذا نستطيع نعمل ثلاجة بسهولة، نستطيع نشتري موز الكيلو بريال الآن في المزارع بسهولة، ونستطيع نشتغل في هذه الفكرة، وهي هدية. وجزاكم الله خير، وتابعوا معي الصور بعض المقاطع اللي راح أرسلها لكم، والله يرزقنا وإياكم الجنة خير منها. أخوكم أحمد بدوي. هذه عينة ما شاء الله، عشان تشوفونها، شوفوا كيف الموز مرصوص طوليا على أساس التحميل، لو حطوا موز فوق موز راح يتأثر. وهذه ثلاجة ثابتة بصبات، حاطين لها فواصل عند درجة حرارة من 14 إلى 19 حسب المدينة وحسب الفصل وحسب الصيف، يضاف لها زي ما قلت لكم النيتروجين مع غاز الإيثيلين اللي هو أفضل غاز للإنضاج السريع. وأنا قلت لكم لو في 3 ثلاجات 4 ثلاجات أحسن، شوف هذه الثلاجة خلاص صارت ناضجة، حطوا على السليم مدة 3 أيام بكميات قليلة، ترى كل ما زودت الكمية ينضج أكثر، لكن تتلف، يصير سرعة انضاجها سريع جدا لما تطلع. شوف هذا صار جاهز، لو عندك ثلاجتين 3، بحيث كل يوم تفتح واحدة لمدة 3 أيام يكون شغلك مميز. زي ما قلت لكم طريقة التغليف، طريقة القطف، طريقة درجة الحرارة، غاز النيتروجين وغاز الإيثيلين الموضوعة بشكل أو بآخر تؤثر عادة في لون وخدش وشكل وطعم الموز. بالطبع حين نضيف المواد الكيماوية هذه عملية تسريع تحويل النشا الموجود في الموز الأخضر حتى نحوله إلى سكر، حتى يصير طعمه زي ما تشوفه أنت، طعمه حالي. ولذلك الغاز اللي يستخدم عادة في الإنضاج يسمونه غاز الموز، المكون من الإيثيلين مع كمية من النيتروجين.